اجينا من سوريا لهون واجينا على قوشطبة شي ساعتين ثلاثة مشينا بالطريق وحتى بالاخير اجينا ركبنا باص واجينا لهون وما كان في حدا يشتغل لهيك رحت على معمل بطاطا هو قرايبنا كان يجي لعنا وهيك شوي شوي لتعرفنا بعض هيك انا من قارشلي كنت مقيم بالشام يعني خوف تعودنا شيء مثل يوم يومين مثلا الانسان بيتعود احيانا كنا نمشي بالشارع يعني صواريخ ما صواريخ يروح من فوق راسنا يعني كنا الشغله عادي صار عندنا شغله عادي جينا عن كردستان عبر الحدود حسينا بالامان تقريبا ضلينا شيء سنه ونص تعرفت على خطيبتي كثير هذا الشيء معروف يعني صار لي 4 سنوات عم بعاني لوصلنا والحمد لله وصلنا لبعض روش قالك خشبو اسباسيا وقتن اسباسيا تركي سامع سربي حفله وسربي عليكاريه كيلو باحلى روش حياتام ديا واسباسيا ايجو اري كاريا مكري